جاء في كتاب الحاوي الصغير الحاوي الفتاوي الحافظ السيوطي عنوان حسن المقصد في عمل المولد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ الجواب، أي جواب الإمام السيوطي رحمه الله، أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك. ما حكمه؟ هذا كلام الجلال السيوطي رحمه الله، من كبار أعلام أهل السنة، وقيل أنه مجدد المئة العاشرة. قال: هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل هذا المولد صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتين، أحد ملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا، رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له أبو الخطاب بن دحية، هذا من كبار العلماء في عصره، مجلدا في المولد، يعني أفتاه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 300 محمود السيرة والسريرة. من هو أبو الخطاب بن دحية؟ كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق واجتاز بإربل سنة 400، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير وقراه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. وقد سمعناه على السلطان في 6 مجالس في سنة 25 و600. انتهى. إذن الحافظ السيوطي رحمه الله يقول هذا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وقد أفتى في زمان إحداث هذا المولد ابن دحية أبي الخطاب بن دحية كبار العلماء والفقهاء، وقد أفتى بذلك ابن كثير، وقد أفتى بذلك الإمام السخاوي، وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام الحافظ حجر، وسأسوق فتوى